بروفيسور غاشي، كنا نتحدث عن تنصيب رئيس جمهورية للجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. يعني في البداية نعرف أن مرضى السرطان كانوا يعانون منذ في سنوات من قبل، يعانون من أجل الكشف عن المرض وفي مراحل العلاج. يعني ما دور هذه اللجنة؟ ما هدف هذه اللجنة؟ كيف تعمل هذه اللجنة حتى يعرف المشاهد أكثر يعني تفاصيل حول اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السرطان؟ يعني اللجنة دور تاعها هو تخفيف معاناة المريض وتحسين تكفل بمرضى السرطان عامة. بروفيسور، يعني مريض سرطان، تحدث رئيس الجمهورية عن البيروقراطية، يعني وش لو تختصرين يعني بالنسبة للمريض وش البيروقراطية اللي كان يعاني منها المريض من أجل الوصول إلى العلاج، يعني من مرحلة الكشف عن وجود سرطان إلى بداية الفعلية للعلاج؟ هي يعني هذه مسار المريض، يعني من بداية المرض حتى العلاج تاعو يكون طويل ويكون فيه مشاكل في التشخيص، التشخيص يكون بطيء، مشاكل في العلاج، يعني مدة يعني باش ما يكون عنده يعني مكان العلاج تكون طويلة. كل هذه الأشياء راح تختصر إن شاء الله، وخاصة انه التكفل بالضمان الاجتماعي. تعرفوا بلي مرضى السرطان كاين فئة كبيرة اللي غير مؤمنة، ما عندهاش تأمين اجتماعي، وهذه الفئة باش يجيبوا باش يقدروا نضمنوهم كاين بيروقراطية كبيرة، يعني لازم يمر بالبلدية وبوزارة التضامن باش يلحق للضمان الاجتماعي. يعني كل هذا راح يختصر انه المريض يكون في اليوم اللي يشخص يجيب شهاده من عند الطبيب بانه عنده مرض السرطان، راح صندوق الضمان الاجتماعي يختم له بطاقه شفاء.